عطني مجدي من بروكسل. مهدي مهدي ولا مجد؟ مهدي من بروكسل. لا مهدي مجيد، مهدي مجيد من بروكسل. مهدي مجيد تفضل. تفضل انت على الهواء مباشره تفضل. مساء الخير. مساء الخير حياك استاذ عبد الله خلاف. نعم. مهدي مهدي عمري، مهدي مجيد من بروكسل. نعم انت على الهواء مباشره تفضل. تحياتنا للشيخ العزيز الشيخ ياسر الحبيب والحظ. نعم اهلا وسهلا. نعم بصراحة أنا لا من البكريين لا من الشيعة، يعني أنا إنسان نعم عمري. أخفض على التلفاز وبسرعة الله خليك اطرح سؤالك. الله خليك أخفض على التلفاز تفضل. أوكي. سلاماتنا تحياتي للشيخ المجدد بصراحة ياسر الحبيب والأستاذ عبد الله خلاف. أنا لا بكري ولا شيعي، يعني إنسان ملحد، يعني لا أؤمن بالمذهب الشيعي ولا بالمذهب السني ولا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا بأي دين. لكن بصراحة أهني الشيخ ياسر الحبيب على تجديد هذا، على طرح هذه الأسئلة اللي نحتاجها من زمان بصراحة، لتجديد الفكر الإسلامي مو بس الفكر الشيعي أو الفكر السني. وأنا بصراحة كاتب عنا مقالة ظهرت الشيخ ياسر الحبيب، يعني بس حبيت يعني أسلم عليه، وإذا ممكن الشيخ يعني يعطينا أرسلنا مجموعة أسئلة المقابلة باللغة الكردية، لأنه لحد الآن. نعم أكمل. نعم فإذا ممكن يعني باللغة الكردية هي هو الحوار، وباللغة الهولندية راح نترجمه، فإذا يعطينا الموافقة الشيخ ياسر الحبيب أرسل الأسئلة إن شاء الله. أخي سمحت مهدي، تعرف تعرف نعم موقع القطرة؟ نعم الإيميل عندي إن شاء الله راح أدز له إيميل، بس حبيت أسلم عليه مع العلم أنا لا بكري. نعم اسمي مهدي وعائلتي مسلمة، لكن نعم إن شاء الله. نعم. الله الله يهديك إن شاء الله. ابعث ابعث الإيميل وبعث الترجمة إلى هولندي، في عندنا أخوان ويمكن يعرفون هولندي. هو الحوار أنا راح نشره باللغة الكردية، لأنه لحد الآن الشيخ ياسر الحبيب ما معروف عند هو معروف بصورة نسبية جدا. نعم نعم بس خل ممكن نعم خلاص أخذ الإيميل إن شاء الله وبعث رسالتك. نشكرك على مداخلتك أخونا مهدي.